الطاقة الحمراء. نحن نعود مرة أخرى إلى ملعب كامب نو، زميلين علي محمد علي ويوسف سيف إذن مع التتويج بالكأس، لكن يبدو أن هذا لم يتم بعد. سنذهب مباشرة إذن إلى كامب نو. زميل يوسف وعلي تفضل، الخط معكما. شكرا للزميل الأخضر بريش. نتابع في هذه اللحظات تاريخية، اللقب العاشر في إطار السوبر الإسبانية من نصيب فريق نادي برشلونة، 2-2 في ملعب سانتياغو برنابيو، واليوم هنا في ملعب الكامب نو 3-2 لصالح نادي برشلونة في ليلة ظهر فيها ميسي، فكان بالفعل كالبدر في هذه الليلة وحقق هذا الانتصار لفريق برشلونة بعد أن تابعنا أداء مميز من جانب النادي الملكي، من جانب ريال مدريد طرد مارسيلو وشرارة لأحداث توقفت مع أيضا بطاقة حمراء لأوزيل وفي اللي كان على دكة البدلاء. هنا تشافي في غياب بوجول يحمل كأس السوبر، سوبر إيطاليا يعني الثالثة على التوالي اللي بيحققها فريق برشلونة 2009 و2010، وهو اللقب العاشر له في تاريخ هذه البطولة، لقب السوبر الإسبانية، لقب يحققه نادي برشلونة مع بداية وانطلاقة وفي حضور فابريغاس ساسك في هذه الليلة ليكون المكسب ليس فقط اللقب السوبر الإسبانية ولكن أيضا ظهور فابريغاس ساسك مع ناديه مع فريقه السابق بعد أن قضى يعني سنوات مهمة جدا في حياته مع الأرسنال مع المدفعجية، ولكن يأتي ليحتفل اليوم بأول لقبه ولم يخسر أمام ريال مدريد اللاعب فابريغاس ساسك عندما كان بألوان الأرسنال، ويأتي في هذه الليلة ليتألق، ويعني كان بداية الهدف الفوز هدف الثالث كانت من ميسي إلى اللاعب ساسك إلى أدريانو ثم إلى النجم ميسي اللي سجل اليوم وتفوق في لقاء اليوم بالهدف الجميل الحقيقة اللي سجل به هدف الفوز بخلاف هدفه أيضا في هذه الليلة. إنيستا دي 14 أمامنا، هو كان صاحب الهدف الأول كريستيانو رونالدو دي 19، ثم ميسي سجل في الدقيقة 44، ثم بعد ذلك عادل بنزيما وكان طبعا ميسي سجل في الدقيقة 87. أدي أمامنا أليكسيس سانشيز أيضا بطولته الأولى، نجم تشيلي اللاعب القادم من صفوف فريق نادي أودينيزي. أدي أمامنا جوارديولا يتفوق على كرويف الذي كان مدربه في السابق، يحقق اللقب 11 لي مع نادي برشلونة منذ أن تولى المهمة في 2008. أرقام قياسية دائما وأبدا تأتي، ألقاب لا تأتي إلا لمن يستحقها بالفعل. اليوم نادي برشلونة كان يستحق أن يكون بطلا في لفة الانتصار، وما أحلى الانتصار، ما أحلى الفوز لفريق نادي برشلونة. نهنئه على هذا اللقب، اللقب تالوني، ولكن الاحترام والتقدير للنادي الملكي لأنه بالفعل كان يعني سببا في المتعة الكبيرة في هذا اللقاء. ننقل الكلمة مباشرة للزميل نفلوش. شكرا لزميلين إذن علي محمد علي ويوسف سيف. إذن نعود مرة أخرى إلى أجواء هذه المباراة. كابتن، يجب أن نسلط الضوء على هذه النقطة السوداء في مباراة الكلاسيكو التي تجمع بين الريال والبارسا، البارسا والريال. نشعر بأن هناك كراهية، هناك حقد للاعبين فيما بينهم، لأن تدخل مارسيلو تدخل واضح في عنف لإصابة بريغاس، ليش الافتكاك الكورة لإصابة اللاعب فابريغاس، تدخله كان عنيف واستحق الورقة الحمراء، كان يمكن تكون إصابة خطيرة على لاعب فابريغاس لأن الكرة في الركبة، وأعتقد أن الورقة الحمراء واضح أنه مارسيلو ما كانش راضي يمكن على قرار المدرب أنه بقى على بنك الاحتياط. نعم، خاصة في هذه المباراة الكلاسيكو، لأنه دخل واضح أن هناك نرفز على اللاعب هذا، خصوصا في تدخله في الدقائق الأخيرة. أولا الموقع ماهوش خطير، نعم. ثانيا في وسط الملعب، نعم. ما تستحقش أنه تدخل هذا، نعم. لكن تدخل عنيف، نعم. الذي يجب أن نتحدث عنه كثيرا أيضا أن
هذا هو الحظ. ساسك لعب 8 سنوات في أرسنال، لعب 8 دقائق في البارسا، فاز بكأس السوبر، يعني محظوظ جدا، وربما هو أسعد رجل في هذه المباراة. من دون شك، بالإضافة إلى ذلك وصل في الوقت المنافس والمناسب، لعب على أرض ملعبه وأمام جماهير.